عندما تتجه بك خطى المسير شمالا ما بعد محلية بربر فاعلم أنك في أي من ديار آل رباط أو قل الرباطاب. والرباطاب كما هو معروف إحدى القبائل النيلية التي استقرت شمال ولاية نهر النيل ذات إرث وتأريخ ضارب الجذور. وعندما تطل عليك الشمس بهية الإشراق من خدر أمها فتأكد بأنها تشرق عليك من أرضهم. طيورك نادي فوق نيلة، طيور تغرد في نخيلة، وهديك رايقة يا حليلة، قومك يلا نمشي لا ومدر يا انت جديد وانت حديث، ولك يا راغي شعور وحسيس، لسه ما وصلت ميز ودايما يا ربوع نعيس. انظر يا ربوع سودان احييك وانت كل عمان، انت منانا وانت مرادنا، فرحتنا ونعيمة يا منا، نغماتك تزيل آلامنا، ودايما يا ربوع إلهامنا من انظر يا أحييك في الغرى والبادي وفي كل الأراضي الهادية، في الخطوم زهورك نادية تهواك النفوس، ليك راضية من أمدر يا الزهور نادية فوق نيلة، طيور تغرد في نخيلة، وهديك رايقة يا حليلة، قومك يلا نمشي لا أمدر يا أودعنا خلاص يا ربوع، نعود لك تاني بعد أسبوع، نلقاك فوق زحل مرفوع، خيراتك تفيد نوع نوع عمدر يا. ومن بين قرى ومناطق قبيلة الرباطاب التي تتناثر كما اللآلئ والياقوت على نهر النيل العظيم في مساره العابر لمحلية أبو حمد شمالا، ترقد وادعة الجزيرة بسوي، أو كما يحلو لمغنيها ونديمها ود عبد الباقي أن يسميها بعرجونة الشمال. الجزيرة بسوي التي كانت تتخذ لنفسها مرقدا وسط النيل ما بين مجراها الشرقي والغربي ما عادت الآن كذلك. فبحسب روايات الثقات من كبار أهلها تحولت بسوي للضفة الشرقية كمثيلاتها من القرى المجاورة لها كأم غدي وندي وغيرها، فأضحت بسوي قصة محيرة لجزيرة هاجرت النيل بأمر الصحراء. بسوي لما جاءت التسجيلات جاءت سنة 1908، والخرطة حسي موجودة سنة 1908 أنها بسوي جزيرة بسوي مسجل، والأراضي الحكومية شرقة، فبدأ البحر الرملة تنزل على البحر الشرقي، بحر الشرقي ماشية لحد ما قفلته، أصبحت بسوي شرق
لكن كانت برضو معاشري انه السواقي واسع، يعني اهلنا زمان عندهم السواقي، طبعا كانت بابورات ما في، بيزرعوا ليه هناك. حسي قفلت الرمال اخذت الاراضي المسجله. رمال الصحراء وأدت قصرا صورا لتفاصيل حياة كانت تمر وتموج بين الحركة والسكون في الجزيرة، ما يعني أن الزحف الصحراوي ابتلع البحر الشرقي وأجزاء من الجزيرة بسوي، فلا زالت الروايات تنسج عن بيوت ومساكن وسواقي وآثار قديمة اعتلتها كثبان الرمال. في مسجد في منطقة الحفيرة، وهو من أقدم المساجد الموجودة في السودان تقريبا، يعني هسع المسجد ده كوب مغمور بالرمال، وأصلا البلد دي بسوي دي كانت جزيرة، يعني الرملة دي دفنت البحر الشرقي. كغيرها من القرى والجزر بمحلية أبو حمد، تمثل الزراعة الحرفة المتوارثة لأهل المنطقة، على الرغم من أن الجزيرة بسوي أفقدها الزحف الصحراوي عشرات الأفدنة التي كانت تحتضن أشجار النخيل وغيرها. كما رأيتم الزحف الصحراوي المهاجم والزاحف على الغرية من الجهة الشرقية واضح جدا، والناس يعني تضرروا منه كثير لأنه غطى كثير من الأراضي الزراعية. تفاصيل صور الحياة الباقية بالجزيرة بسوي لا تحمل ثراء فاحشا في المكونات المادية للنسيج المعماري، فعلى أقل تقدير تغيب عن المشهد من بين المساكن المعالم والمرافق والمآذن، لكن ثراء جمال الطبيعة الباذخ ببديع الخمائل الخلاب الرائع سكب على النيل روعة وسحرا فاتنا جعل بسوي تحمل وجها آخر وصورة ثانية لغلاف كتابها. في عدد كبير من الجزر واضح الآن، نحن يعني مارين بمنطقة الجزر، وطبعا هذه الجزر جميلة وجذابة وهي مناطق سياحية يعني كان وغير معروفة سابقا، إلا أنه الآن يعني قناة الشروق وصلت، وإن شاء الله يعني سينعكس ذلك على المسؤولين وعلى المواطنين، وأنه سيروا أنه هذه المنطقة منطقة جذابة وجميلة، ومن المفترض أنه تكون منطقة سياحية. نهر النيل على بسوي لا يكاد يستقر مجراه على حال كما يبدو، فالكثير من الجذر استباحت حرمة تياره وحرية مساره، بل إنها سلبت منه سهولة الانسياب المتدفق نحو مصبه الموعود ومنتهاه المقصود في جنوب وادي النيل، لكن الطبيعة في المقابل منحته جذرا كما الجواري والحور الحسان، فاحتارت مفردات الشعر في الوصف عند من أجادوا نظم القريض بعيون لم ينعم الله عليها بالبصر. مشتاقة نفوسنا لنسمة من نفحات زهور النديه، تجي مرة فوق نيلة وتشيل من قطراته البيها مرويه،
حالات ونغم شلالة لما يجيك مع نسمة مصرية ويبرد على زول انقرم مويت وقاعد في ظليل شايله طوريه. ديك بنية جات وارد فوق راس الجركانة شايلالة ميهية وداك دنقر حزم قش وجنب ربط ملوخيه. حليلك لما ننزل المشرع في انتظار المعدية وتجي مرة بالشيمة فايتة بيتي حتش ديري متكيه. بلدا بالضيوف عامرة من كل الجهات ديارنا ماخشيه. عيشنا سنابل ومطاحنا وجات من بعيد قاصده وقمريه. نحن شنت الكرم هين وبها اجسامنا مبنيه. نبدي الغير عليه ذاتنا ما بنقدم الحاجه شويه. جلسات الانس والسمر في بسوي لا تحتاج لان يسدل الليل استاره حتى تلتئم. فما بين ظلال الاصيل واشجار النخيل يطيب المقيل. وتمثل البيوت الكبيره للاسر محفلا لتلك الملمات للرجال والنساء. فدفء الأهل المجلوب بالفطرة والمحنة يجعل التداخل والتواصل لا يتقيدان بحواجز ومتاريس أهل المدن. واللي في عارس عميز اللي بقضن حديد راكز واللي في عارس راكز جمنا الصالحين يبروك ناس تور يدب واتبوك بحجاب يحفظوك يا المنقوم صغير مبروك ربيع زينين يا المدامك واللي فيها ليه وقلبا حديد راكيد واللي فيها لساني عديل للمثل أبوه قبيل لزوم للقاسية بيشيل ضيف الهجعة يلاقي عجيل واللي فيها لسان هو اللي في لساني تمام اللي بقلب حقيقة صماء أمين في الربع ما بيطلع انتم من زمان قدام يا أهل المسجد أبي كرام واللي في لساني اللزوم ليل قاسي ما بيمل الدمار الراي ماهل ما حبش ما قالوا جاهل انت شهر العيد يوم يهل واللي في عرش اللزوم ليل قاسي افتقل وما حبش ما شالوا الجهل ومكسيتو برهيب ما تحقر انت ظرف بعشر انهبر واللي في عرش. اما تراث الجزيرة بسوي فهو كما تراث قبيلة الرباطاب حافل بالقيم الأصيلة التي تعلم من الكرم والجود والصدق والشهامة والمروة والانتماء الصادق لتراب الوطن. بل إن أشعار وأغاني من يحتفون بهذه القيم تتسم بقوة المفردة ورصانة التعبير وعفوية وتلقائية الأداء. الرزين الما فيه قول ذوي الأخلاق المفهولين يا رامي يبغي أبو مقدار وحول وطبيعا ما نال ذول وين يا رامي منك طول نطول للرزين وأخلاقك ظراف وكلاما خات الجفاف وين يا رامي عاتني ظرفك نالوا ظروف الظراف والشباب معترف احتراف ليك يا رامي منك طول نطول يا حبيبي يا بدر السماء يا جميل يا بدر السماء وين يا رامي يهضب يلغبتم وغيم أحن عليه روحي وارحم أوين يا رامي منك طول نطول لك حب جرى في دماي قلبي عندك ونمو معاي وين يا رامي انت عارف ريدي وحواي تاني من غير ريدك كفاي وين يا راغي منك طول نطول كل ما يشوف قلبي الغيور ينبسط ملي بسرور وين يا راغي
وشبيها خلاف البدور الله يديك زي ما تدور وين يا راغي منك طول نطول على أي حال إن كانت عرجونة الشمال الجزيرة بسوي بقديمها أو جديدها لا تشكل إلا ملمحا من تاريخ وحياة بعض من ساكني محلية أبو حمد على النيل، إلا أنها تشاكل وتختزل حياة من هم فيها بتفاصيلها. منطقة بسوي تفاصيل طويلة لقرية عجيبة تصر على البقاء على قيد الحياة، ومن يدري ربما تظل على ذلك إن لم تبتلعها رمال زحف الصحراء ومن الشرق أو يثور عليها النيل غربا. عصام الحكيم لبرنامج كاميرا شروق، ولاية نهر النيل، منطقة بسوي، محلية أبو حمد.